السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. اليوم كما كتلاحظوا معايا غادي نديرو دجاج محمر بطريقة سهلة وما فيهاش بزاف ديال المراحل. فغادي ناخدو الدجاج ديالنا، غادي نغسلوه مزيان مزيان ونرقدوه في الماء والملحة والحامض واحد الساعة على الأقل. من بعد إلا بغيتو تقطعوه كما قطعته أنا، قطعته على أربعة، ولا تخليوها دجاجة كاملة اللي حبيتو، اللي بغى خاطركم ديروه. يا إما غادي تغسلو تقطعوه على أربعة، ويا إما غادي تقطعوه على النص وتفتحو الدجاجة، ويا إما تخليوها كاملة وتربطو لها رجيلات كما حبيتو. فهنا غادي ندوزو نشرملو الدجاج ديالنا. غادي ناخدو شوية ديال الخرقوم أو الكركم، شوية ديال التحميرة أو البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو، شوية ديال الزنجبيل أو السكنجبير، وشوية ديال الإبزار أو الفلفل الأسود. وهنايا كما وريتكم درت واحد جوج حبات ديال الثوم حكيتهم، وغادي نضيف واحد العصرة ديال نصف ليمونة، وكذلك شوية ديال الملح فقط. غادي نشرملو الدجاج ديالنا. كما كتلاحظوا راني الدجاج ديالي قطعته، شرحته شوية باش تدخل فيه التتبيلة، وغادي نخليوه يرتاح. ونسيت ما قلتلكمش غنضيفو فيه شوية ديال القزبر أو المعدنوز اللي توفر عندكم، وحتى الا كانوا مخلطين، انا عندي مخلطين في الفريكو فغادي نضيفهم. ومن بعد غادي نخليو هاد المقادير يرتاحوا او يتتبلوا مزيان مع بعضياتهم، وندوزو للبطاطا والسلطه ديالنا. فهاد الطبق اليوم غيكون متكون من طبق رئيسي اللي هو الدجاج محمر بالبطاطا، وغادي يكون كذلك الطبق ديال السلطه. غادي تشاهدوه معايا ان شاء الله. فهاد الدجاج كيطيب بلا ما تسلقوه بلا حتى شي حاجه، اهم حاجه انكم تسدوا عليه. الا ما كنتوش غتسدوا عليه فولا بد غادي تسلقوه ومن بعد غتحمروه. اما الا عندكم ورق الالومنيوم وورق الطبخ تسدوا عليه وتدخلوه للفران، كياخذ 45 دقيقه حتى لساعه كيكون طايب محمر مسالي. من بعد ما يطيب، من بعد ما تفوت هكاك 20 دقيقه ولا كاع نقولوا حنايا 40، كتشوفوه واش طاب، كتقيسوه بالفرشيطه وتشوفوا داكشي واش طاب. الا كان طاب كتحيدوا عليه داك الالومنيوم وتخليوه يتحمر. فهنا غادي نضيف البصل والبطاطا. انا بغيت ندير غير البصل والبطاطا، نتوما لكم الاختيار. انا كيجيني هاد الطبق كيجي بحال الدجاج المحمر ولكن بطريقه سهله وما فيهاش بزاف ديال المقادير وما فيهاش بزاف ديال الوقيف عند في المطبخ. فكديري داكشي في الفران وكتخليه يطيب على خاطره، وانتي تقضي شغالك. فمن ما درت البصل، اول حاجه درت رشه ديال الزيت في التحت وحطيت عليها البصل، ونحط عليها الدجاج، ومن بعد غنستف عليها البطاطا نقطعها بشكل طولي باش تجي بحال الشكل ديال الفريت. فهي كطيب من داخل وكتقرمش من برا، كتجي صراحه بنينه، وداك البصل حتى هو كيتعسل كيجي رائع. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه. انا خديت البطاطا الصغيره قطعتها على أربعة. الا كانت عندكم كبيره حاولوا انكم تقطعوها شويه بشكل طولي باش تجيكم هي هذيك في الطياب. وهنا غادي ندوزو للسلطه ديالنا. اول حاجه درت هنايا الخس. السلطه لكم الاختيار، ديروا فيها داكشي اللي حبيتو، داكشي يتوفر عندكم. السلطه ديما كتكون صحيه دائما، و كنقولوا لها صحيه، وكذلك فيها بزاف ديال الفيتامينات، حيت كناكلوا الخضار خضرين ما طايبينش وما محيدنهم لا فيتامينات لا والو، باقيين بالقشره ديالهم. ومن بعد هنايا ضفت شويه ديال الخيار وشويه ديال الطماطم، وغادي نضيف كذلك البصل الاخضر وكذلك الفجل، كذلك الخيار المخلل، وكذلك غادي نضيف الذره او المايس، وغادي نضيف الميني موتزاريلا او لا الموتزاريلا الكريات، تقدروا تعوضوها بالجبن كي كيقولوا له الجبن ديال السلطه، ما عرفتش على سميتو، ولكن تقدروا ديروا اي نوع ديال الجبن عندكم، تقطعوه مربعات وترافقوه بالسلطه، راه كيجي حتى هو بنين.
ولا ديروا داكشي اللي توفر عندكم في الدار. طبعا غنضيف كذلك شويه ديال الخبز وغادي نحكو. من بعد هاد السلطه لكم الاختيار، غير اما غادي تتبلوها بالخل والزيت وشويه ديال الملح، او لا تخليوها هكاك. هنايا كيكون الطبق ديالنا وجد. كما كتلاحظوا كيجي دجاج محمر وطايب من داخل. كما قلت لكم 45 دقيقه حتى لساعه كيتحمر مزيان، وديك البصله كتعسل من التحت، والبطاطا كتكون طايبه من داخل، ومن برا كتجي مقرمشه. فكيجي تماما نفس المذاق بحال الدجاج المحمر كيف كيف، غير هو طايب في المرقه ديالو. كما لاحظتوا معايا راه ما ضفتش الماء، الماء ديالو هو اللي طلقوا، الماء ديال البصل والماء ديال الدجاج، ما ضفنا حتى حاجه من برا. فكيكون داك المرق بنين، ما فيهش داك الميه، ما ميهش زعما. وهنايا غادي نزينه بشويه ديال الفل ديال سمحوا لي ديال الزيتون. ما توفرش عندي داك النهار اللوز، الا عندكم اللوز كتقليوه وكتزينوا به وكيجي طبق رائع. وكذلك كما قلت لكم ساهل، كديه في الفران تمشي عند شغلك. وهذه هي السلطه ديالنا كيفاش كتجي. نتمنى انكم تجربوا الطبق، وما تنساوش ديروا اشتراك ولايك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا على المشاهده.